السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا امل؟ الحمد لله، حضرتك عامله عامله ايه يا ايه؟ حبيبتي؟ اهلا بيكي، انا منوره. بحب حضرتك جدا والله. الله يخليك يا حبيبه قلبي، تسلمي لي يا رب. انا بعمل ال7 نصايح. انا اصلا كنت لسه السنه دي اول سنه ليا في الكليه، ايوه فطبعا حضرتك عارفه تالته ثانوي بقى اول قاعده وكده، فتخنت جدا في السنه دي، فكان وزني وصل ل80 وانا اصلا طولي 156. اوكي بس بقى عملتهم بقالي كده حوالي 17 يوم تقريبا، طب وايه الاخبار؟ نزلت 4 كيلو الحمد لله يعني. طيب الحمد لله، حلو حلو، ده بس وزن يعني كويس واضحين معه. معايا، واضحين معايا جدا في اللبس وكده. طب كويس انك نزلتي واحدة واحدة، يعني انا مش عايزاكي تنزلي فجأة كتير عشان مش كويس. هو اصلا دول دهون يعني مش عضلات او كده، لان البروتين بيبقى كتير. ف ال7 نصايح يعني ما بتتعبنيش او كده، دايما كنت بحاول اعمل بس كنت برجع فيهم وبتعب وكده. برافو عليك ان انتي فاهمة ان دول دهون اللي نزلتيهم مش عضلات. برافو ايوه جدا، عشان كده واضحين يعني. برافو، ده كده معناه ان انتي فعلا فاهمة كويس قوي قوي، برافو انا عليك. بتابع حضرتك على اليوتيوب وكده اكيد اكتر من مرة، عشان ايه بفهم النظام، عشان ابقى انا ماشية كنظام حياة مش ان انا بطبقه وبرجعه او كده. صح، برافو عليك يا حبيبة قلبي، شاطرة، ماشي، ميرسي سلمي. والله حضرتك يعني. شكرا يا حبيبتي. عايزة عندي بس أسأل حضرتك على اتفضلي حاجة. اتفضلي. أنا الليمون اللي هو الشاي بالليمون أو كده، أنا بستخدم ليمون كتير عشان الفيتامين سي، حضرتك قلتي على مدار اليوم وكده. ايوه بس أنا يعني كنت واخدة في الكيمستري إن الفيتامين سي بيتحلل بعد شوية من الهواء أو من السخونية أو كده، بيتأثر بالسخونية فعلا. أو الهواء كمان يعني، هو لو قعد كتير في الهواء الفيتامين بيطير أو كده. لو قعد، صح، لو قعد كتير في الهواء طب هل يطير. بقى مثلا انا لما بقطع الليمونه وبسيب نصها في الثلاجه، اجي بعد كده ما استخدمهاش هي بالليل، استخدم ليمونه تانية؟ طبعا الليمونة لما بتقعد في التلاجة بتقل الفوائد بتاعتها. حاولي تستخدميها كلها، عصريها على المية واشربيها، يعني حاولي. خلاص تمام، ماشي يا حبيبتي، شكرا على المكالمة، تسلميلي يا رب.